السلام عليكم، غادي ندير معكم واحد التحلية او واحد الكيكه ديال التفاح. لاول مره كنظن حتى واحد ما عمرو دارها، وما تقولوش ليا بلي بحال هاد الكيكه ديال التفاح وبحال هاد لاطاخت، عفوا لاطاخت ديال التفاح سبق شي حد قدمها. كنتمنى انه تنال حقها بالمشاهده وما تهزهاش شي وحده عاوتاني وتمشي اللي طلع عليها القناه وتجيب بها المشاهده ليها، ونبقى انايا اللي قناتي صغيره بدون مشاهده. كنتمنى ان شاء الله انه بنادم يراعي. كناخذ جوج بات ديال بات فيتي كما كتشوفوا اللي هما الساكل هكا، بالنسبه لي انايا راه شريتهم فهما ما كيكلفوش بزاف. كندير وحده فوق وحده كما شفتوا، وكنورك عليها من الجناب بشويه، ما يعني ما نضغطش بزاف حتى يعني لصقهم. عندي تفاح بهذه الطريقه هذه، تنقطعوا على شكل شرائح رقيقه جدا كما شفتوا، جوج تفاحات ثلاثة تفاحات على حسب الحجم ديال لاباط فيتي. كنتقبها بواسطة هكا الفرشيطة، نعمرها بزاف باش ما تنفخش ليا، وكنستف عليها هذاك التفاح. الصراحة هاد لاطاخت والله العظيم كاع اللي كلاها عندي كيحماق عليها وكيسولني على المقادير. اللي كلاها عندي راه كاين اللي صيفط له المقاطع قبل ما نزل لافيديو لانه تيبغيو المقادير. هنايا درت جوج بيضات، درت ثلاثه المعالق ديال لاكريم فريش او لاكريم ديال الحلويات ماشي شونتي، وكنزيد ثلاثه المعالق كبار، تقدر معالق كبار ديال لاكاسوناد او السكر العادي. غادي نزيد جوج اكياس ديال الفاني، عفوا على الصداع ديال لا ماشين ديال التصبين، لا ماشين لافي. ملي تنستف هذاك التفاح كما شفتوا بهذه الطريقه هذه، كنهز هذاك الخليط اللي خلطت ديال البيض ولا كريم فريش والسكر والفاني، وكندردرو او كنديرو على التفاح ديال اللي استفت، وكندردر عليها السكر الاسمر او السكر الابيض اللي كاين، غير اذا كان ديك لاكاسوناد فهي كان احسن. فواحد الكاسروله كندير جوج المعالق ديال لا كونفيتور. هنايا كنهز السيرو ديال الاناناس معلب او الخوخ معلب او الاجاس معلب، كنزيد عليها ماء الزهر، واحد المذاق ما نقولش لكم، راه شي حاجه واعره واعره والله العظيم. الا صيفط مقاطع الفيديو اللي صورت قبل ما نديرهم، لانه الناس كلاوهم عندي ولات هذه معتمده عندي فين ما ندور كنديرها، لانه حتى الدار عجبتهم. وكندير القرفه، كندير عاوتاني السكر، الكونفيتور مع الماء الزهر مع القرفه مع السكر. صافي ملي خرجتها من الفران كتكون على هذا الشكل هذه. كنهز داك الخليط اللي ديجا غليته فوق العافيه، وكندهن بها هاد لاطاخت، وكنخليها تبرد مزيان، كنخليها تنأكد تنخليها تبرد مزيان، كتجي واحد المذاق راه ما تخيلوش. هذاك المزيج ديال المزهر والكونفيتور والقرفه غتعطيها واحد المذاق راه تتحمق. صافي نقول لكم بالصحه والراحه، ما تنسونيش من اللايكات، ما تنسونيش من الاشتراك، ما تنسونيش من مهم الهضره في راسكم، ديروا اللي يعجبكم. المهم مرحبا بكم في القناه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.